وعندي اقتراح لوزارة التراث أو هيئة التراث، بالنسبة للمساحات التراثية، عندك مثلا مقابر عالي، مقابر عالي لها مساحة كبيرة، زين ليش ما نشرك القطاع الخاص؟ مثلا ناخذ جزء منها ونبني فوق بعض المناطق هذه فندق، فندق كبير، الريع، الريع مثلا، ريع الفندق يرجع للحكومة والمستثمر على أساس إن هم إيش يسوون؟ يستثمرون ويطورون من هذه المقابر. يعني هناك في أطروحات كثيرة، في أمثلة كثيرة، إحنا نماذج كثيرة ممكن إن إحنا نأخذها من بلدان ثانية. يعني مقابر عالية مساحتها كبيرة، نأخذ جزء منها نبنيها فندق، نعزز من الحركة السياحية، في ريع، في تجارة، ممكن نخلي مساحات صغيرة للبيع مثلا، دكاكين صغيرة. كل هذه الأشياء، كل هذه الموارد اللي احنا ممكن نحصلها، ممكن ان احنا نطور من مقابر عالي. اليوم احنا مثلا بنينا فندق، بكرة نسوي مثلا قطار صغير يمر بالمنطقة. كل هذه الأشياء احنا ممكن نستثمرها، ليش احنا مو قاعدين نفكر في الأشياء الجديدة؟ ممكن احنا نسوي الابليكيشن ان احنا نعزز من التراث مثلا. يعني احنا نشوف في بلدان ثانيه ان هم يحاولون ان هم يوضحون ما هي مقابر عالي مثلا.